المباراه الاولى سيكون فيها منتخبنا سيلاقي منتخب كينيا في تمام الساعه السادسه بعد اقل من ساعه من الان. سريعا نروح الى تشكيل منتخبنا الوطني الاول في مباراته ضد كينيا. محمد الشناوي في حراسة المرمى، ثم أحمد فتحي ناحية اليمين، محمود علاء وأحمد حجازي اثنين ستوبرين، وعبد الله جمعة ناحية الشمال، عمرو السولية وطارق حامد اثنين في وسط الملعب، ومحمد مجدي قفشة من أمامهم، على شماله محمود تريزيجيه، وعلى اليمين حسين الشحات بعد عودته من إصابة خفيفة جدا، ومفاجأة الكابتن حسام البدري في تشكيل منتخبنا الوطني اليوم. محمود كهربا سيكون في مركز رأس الحربة، في واحدة من المفاجآت للكابتن حسام البدري في تشكيلته للمنتخب الوطني الأول أمام منتخب كينيا. مرة تانية الشناوي ومحمود علاء وأحمد حجازي، على الشمال عبد الله جمعة، أحمد فتحي، عمرو السولية وطارق حامد، محمد مجدي قفشة وتريزيجيه وحسين الشحات، وفي الأمام محمود كهرب. طيب خلينا بقى نروح لجرافيك هذه المباراة. مباراة طبعا منتخبنا الوطني، أو معلش احنا عندنا مباراتين النهاردة فهنتكلم دائما عن المباراتين، ولكن هنتكلم أولا عن المنتخب الأول وجرافيك هذه المباراة. مجموعة مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، مجموعة السابعة، مصر وكينيا وتوجو وجزر القمر. قائمة منتخبنا الوطني الأول: محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام، أحمد فتحي ومحمد هاني وأحمد حجازي، وعبد الله جمعة ومحمود وحيد ومحمود علاء ورامي ربيعة وباهر المحمدي وأيمن أشرف. أما خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، محمد النني، أفشة، حسين الشحات، أحمد سيد زيزو، محمود حسن، تريزيجيه، كريم طارق، وخط الهجوم: حسام حسن ومروان حمدي وأحمد جمعة وكهربا، كابتن حسام البدري مديرا فنيا. أما غيابات منتخبنا الوطني الأول: محمد صلاح وحمدي فتحي، أحمد حسن كوكا. حكام هذه المباراة: حكما للساحة اليوم ألومي من الكاميرون، حكم مساعد ألفيز نوبي من الكاميرون، سندا أوماريو أيضا كاميروني الجنسية. أما الحكم الرابع بلايزي نجوى من الكاميرون أيضا. أما مراقب المباراة يوسف جيدي من جيبوتي. طيب ده كان جرافيك مباراة منتخبنا الأول.